كنترزقوا على الله العواشر هذه، كنشطوا معاهم كنحتفلوا بحال حتى حنا كنحتفلوا، كنبيعوا كنحتفلوا، منا كنبيعوا منا كنحتفلوا، ما كانش مروج ما بنادم ما غيتلحش لي واقيلا. هذا يقدر يخدم عليك العام كامل فلوسك، ولكن ما كنجيبوش داكشي اللي غنضروا به عباد الله، كنجيبو بحال دابا هذه كتقدر غير ترطق بحال كطيب القليه، هذه كتفرقع بلا ما تشعلها، فهمتي؟ هذه كتطلق غير الوانات، يعني ما غنجيبش شي حاجه اللي غتضر عباد الله عاوتاني، كنجيبو لها نشطو به حنا ونشطو به ولادنا، يقدر بنتي تقدر حتى هي تشعلها وما عنديش مشكل، عاديه حيت ما فيهاش الضرر. انا نشري لولادي، يعني ما نشري اللي ما فيهاش الضرر، نشري لولادي اللي ما فيهمش الضرر، بحال هذه ما فيهاش الضرر، هذه ما فيهاش الضرر، هذا ما فيهش الضرر، هذه ما فيهاش الضرر، حتى حاجه في هذا الشيء ما فيه الضرر هنايا، حتى حاجه ما ضرت شي ولد ولا بنيته في هادو. يجيو عندي العيالات بولادهم يشريو لولادهم، حيت هذه عاشوره، حنا لعبنا في صغرنا، علاش ما يلعبوش ولادنا؟ كما لعبنا حنا كيلعبوا ولادنا، ما كرهناش كل عام يتبع هذا الشيء، يبقى على طول العام، حيت احتفال هذا ماشي شي حاجه، كاين شي وحدين كيلعبوا به كيضروا وحده اخرين، حنا ما نضروش وحده اخرين، غنلعبوا مع وليداتنا، اللي عنده اللي كيضر، حنا ما عندناش اللي كيضر، حنا عندنا اللي كينشط، اللي تحتفلي به، عندك عيد الميلاد ديري، عندك حفله ديري، عندك عرس ديري، ماشي ضروري تفرقعيه في الزنقه، تفرقعيه حتى في دارك، هادشي كله اللي كتشوفو ممكن نفرقعوه في داري بلا ما نخرج للزنقه.